شوي عن القوات اللبنانية ودورها، وبدنا نحكي شوي عن نواب التغييريين يلي وصلوا إلى مجلس النواب وشو مهمتهم وخطابهم، لأنه خطابهم ملفت جدا يلي هو خطابهم عم بميز بين سلاح حزب الله وبين الإصلاح الداخلي. هلا بنحكي عنهم وهذا ملفت كتير. خلينا نبلش بالقوات اللبنانية. اليوم مين هن إذا بدك النواب يلي ممكن يلعبوا دور بالقوات اللبنانية، وشو هو الدور يلي عم ترسمه القوات اللبنانية لقلب بالمقبل من الأيام بالمشهد السياسي المقبل؟ واضح أنه نجم القوات اللبنانية هاي الأيام هو ملحم رياشي، اللي قدر لوحده بالمتن خرق سقوف التوازنات اللي عمرها 20 سنة أو أكثر، بأنه جاب يعني لحاله قد بيت جميل وقد يمكن بيت المر وفوق كل المرشحين التقليديين بخمسة آلاف وعشرة آلاف صوت، وبمعركة كان فيها ضده بالمنطقة عون وحزب الله والكتايب والعائلات التقليدية. ملحم رياشي هو نجم القوات بالمعنى الحواري، القوات ما عندها حل بالمرحلة المقبلة إلا أنه تروح على حوارات متعددة مع حزب الله، مع حركة أمل، وربما مجدداً مع فرنجي وبسيل، لأنه الانتخابات الرئاسية تحتاج إلى حوارات مثل ما صار باللي عمله جبران بسيل، اتفاق مع راب والتفاهمات مع الحريري وغيره. إذا القوات اللبنانية بدها تكون جزء من المشهد الانتخابي لرئيس الجمهورية المقبل بدها تحكي مع كل الناس، والأكثر تأهيلاً هو ملحم رياشي بهذا المعنى. في إمكانية لحوار قوات مع حزب الله؟ لحد هلأ يبدو أنه الأبواب موصدة. عادةً الحوار، يعني حتى حزب الله لو سمحت، أنه حتى حزب الله اليوم لما رجع جبران باسيل بهيدي الكتلة، ولو أنه ساعدوه بعدد من النواب، هن بيشوفوا أنه جبران باسيل بعد كل هيدي اللي تعرض له عاد سالماً، يعني بكتلة وازنة، وبالتالي هن ما بيحتاجوا للقوات اللبنانية. لا شك أنه جبران باسيل يعني سيرفايفر، يعني مش قليلة واحد تنخاض عليها الحملات الكبيرة وبعد سنتين هلا هو بالشارع يضل واقف على إجري. بس هني ما ساعدوه، هني أهدوه سبع نواب بأصوات الشيعة، هو عنده عشر نواب تقريبا بأصوات المسيحيين وسبعة أو ثمان نواب بأصوات الشيعة. بس هيدي هي الحالة عند كتير من الكتل هلا، بيختلف حجم بيختلفوا حجم عدد النواب، بس انه القوات اللبنانية كمان ساعدون بأصوات سنة، يعني ثلاث نواب إذا كانوا جزء من تحالف بشزين وأخذوا أصوات سنة من النقيب يعني ليعملوا نص حاصل زيادة، هذه ما بتشبه سبعة من نواب وثلاثة طشناء ومحمد يحيى بعكار جابوا له مصاري ونخبين السوريين واشتروا له العشاير بمنطقة معينة. هذه بتفرق أنه عمل تحالف بجزين وأخذ له 3-4 آلاف صوت سنة، مش مثل الجرافة الشيعية اللي انتخبت سبعة من نواب لميشيل عون لجبران باسيل، يعني ميشيل عون زائد ثلاثة طشناق كمان. انه هو بيجو بونس يعني. طيب فوق الحسبة. كنا عم نحكي عن إمكانية قيام حوار بين حزب الله والقوات. عادة الأقوياء لازم يتحاوروا بالآخر، يعني يا بيتحاربوا يا بيتحاوروا. اليوم الأقوى طرفين بالبلد هو حزب الله اللي نفخ حليفه المسيحي، وهو سمير جعجع اللي عمل كتلة جدية. بس قد اليوم قادر سمير جعجع انه بهيدي الكتلة الجدية يقدر يجمع حوله ناس؟ يعني اليوم واضح من خلال انه مواقف القوى انه سمير جعجع كمان معزول، يعني تيار المستقبل هلا غائب عن الساحة، عنده الحزب التقدم الاشتراكي. ما بقى في شيء اسمه تيار المستقبل. بلا هلا بنحكي، كيف ما بقى في شيء؟ ما في شيء اسمه تيار المستقبل، وين؟ في كلام انه سعد الحريري راجع على لبنان، في كلام بيرجع اهلا وسهلا، بيرجع مواطن لبناني، بس ما عنده تيار ولا عنده كتلة. كيف ما عنده تيار؟ عنده تيار وعنده ناس. عم تحكي بالناس، اوكي عم نحكي بالنواب. ايه بالنواب ما في تيار مستقبل. إيه بالنواب بقى. اوكي اوكي، بس انا عم بحكي انه الناس اكيد موجود سعد الحريري وسيظل موجودا. وفي ناس معه بالكتل السياسيه بمجلس النواب، تيار المستقبل لم يعد موجودا. لم يعد موجود، بس عم بحكي كقوات وكقوى سياسيه اليوم مع مين ممكن تتحالف، مين ممكن يكون معه. كمان هي معزوله، يعني حتى القوى النواب التغييريين يلي اجوا على مجلس النواب اليوم عندهم موقف مش يعني منسق مع القوات اللبنانيه
وملتزم معها بكل القضايا، بيشتغلوا معها على القطعة، بتزبط بتزبط ما بتزبط ما بتزبط، ويبدو أنه موقفهم من قصة سلاح حزب الله أو مقاربة موقفهم تختلف عن مقاربة القوات اللبنانية. من هون أنا عم أقول لك أنه ليش القوات هالقد أقوى فريق ما هي وحزب الله، ما هي كمان معزولة عن أنه القوى المختلفة. أنا ما شايفها معزولة، وإذا بدك أنا عندي تقدير أنه خلال أشهر قليلة نحن سنكون أمام موجة شعبية جديدة. الأسعار هلأ بقى ترجع تطلع، اتصالات ومحروقات ومواد غذائية وخدمات. أنا تقديري من هون للخريف أو ربيع السنة المقبلة سنكون أمام شارع جديد، أمام ثورة جديدة ربما، والقوات والتغييريين إذا ضلوا برات الحكومة رح يكونوا هن نجوم هاي الثورة، وبالتالي رايحين على موجة أكبر رح تزيد من رصيد القوات بالشارع. أنا ما شايفها معزولة عن الشارع وعن الناس. هلا عم تقولي لي انه التغييريين ما بدهم يحكوا مع حدا، انا ما بدي اقسى عليهم للتغييريين، بس في شيء ولادي بهذا السلوك. ليه؟ انه ما بدي احكي مع حدا انا. مش ما بدهم يحكوا مع حدا، هن عم بيقولوا خليني بس هن عم بيقولوا تفضل. طهرانيه المبالغ فيها وانه سنقف سنقف على بيروت اللي بيحكي معي ان شاء الله يموت، ما كمان هيدا مش سياسي. يعني هيدا السلوك خسروا معركة غسان سكاف، كان ممكن يربحوها، ومش موافق أنا على كل الحسبة اللي قالوها أنه على كل الأحوال كان رح يربح. لا، لو انعمل التحالفات وانحكى مع الناس لا كانوا ممكن يربحوا معركة غسان سكاف. وبنفس الطريقة الأرجح أنه يخسروا معركة رئاسة الحكومة، وما بعرف باللجان إذا عم يحكوا مع الناس وإذا عندهم خطة. أنا ما بدي أهجم عليهم بمعنى أنه هني لازم يكونوا يعني ببوز المدفع ضد حزب الله، بس ما فيك تقول فلان فاسد وفلان سرق وما تحكي عن حزب الله باعتبار انه سلاحه جزء من الانهيار اللي صار. هيدا عمى الوان، هذا الشيء مش مقبول. رح اقول ليش. لما بتجي بتقول حليمه قعقور انه نحن ضد كلهم، يعني كلهم والقوات ما بدنا نحكي معهم، هيدا فيديو انتشر لها من يومين انه ما بدنا نحكي مع القوات وما بدنا نحكي مع حدا وكلهم فاسدين. طيب وبس يسألوها عن سلاح الحزب بتقول هلا نحن ما بدنا نحكي. طب ما هيدا الحزب بالمعابر الشرعية وغير الشرعية جزء من الفساد، يعني سلاحه من البور للتهريب على الحدود للمطار، هيدا مش فساد. حماية التجار هلا ما بدي نحكي عن اللي عم يصير ببعلبك، اللي عم يصير ببعلبك تقديري أنا محاولة إحراق قائد الجيش بالمعركة الجاي، عم بيحطوه بوجه البيئة الشيعية بطريقة نحكي إذا بدك بعد شوي. أكيد بدنا نحكي، بس ليش عم نعمل هو هيك؟ يعني ليش؟ رح كفي. خليني بس باللي عم قوله. بهذا المعنى النواب التغييريين إذا ما قدروا يشوفوا الميليشيا بخطورة المافيا مثل ما بيقول دكتور صالح المشنوق بيكون في عمى ألوان. إما أنتوا ضد الكل وهذا السلاح وتداعياته بعلاقات لبنان العربية بالداخل بصناعة السياسة، يعني كيف بتفسر حليمة قعقور الاغتيالات؟ كيف بتفسر الكلام عن رجعنا لخمسة أيار وبيهددوا بسبعة أيار؟ هيدا مش فساد؟ خليني أقول لك، إذا ما قدروا يشوفوا هيدي الألوان كلها على الشاشة، أخشى ما أخشاه أنه قريبا جدا رح يخسروا هول النواب التغييريين التوافق الشعبي حول الكلن يعني كلن نيتن. نعم. هيدا الشعار عم يخسروا. أوكي، بس كمان في وجهة نظر هن بالنسبة لألون بيقولوا طبعا موقفنا من موضوع السيادة وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية هو موقف ثابت، ولكن مش صحيح أنه ثابت. بلا أنا بعمل مقابل راجع إبراهيم منايمني كان عندكم من كم يوم وراجع حليمة قعقور على معي إبراهيم نايمني كان شفت شو قال إبراهيم نايمني يمشي بين السطور وإنه بس بده يقول عن فلان فاسد بيفتح لك مدرحية، بس يوصل على سلاح بصير ماشي بين النقط وخايفين يدعس على اللغم. لا مش لا مبلا في كلام هن عندهم اليوم انه كمان حصر كل المشكل بالبلد فقط بسلاح المقاومه هو اختزال للازمه اللبنانيه، لانه الازمه اللبنانيه هي بتنقسم لعده عناوين، العنوان الاقتصادي، الفساد الإداري والمالي وإلى آخره، ومسألة أزمة سياسية وأزمة سلاح. موافق. الموضوع السلاح اليوم أوكي. إذا أنا وياك هلأ يا محمد بدنا نروح كيف نشيله يعني؟ ما هو أصلاً صار سلاح
اكبر من الدوله اللبنانيه. ما في شيء اكبر من الدوله اللبنانيه. مش صحيح انه وهو حل هذا السلاح مرتبط بتسويات اقليميه ودوليه. من هذا المنطلق اليوم خلينا نركز، هنا عم بقولوا خلينا نركز على كيفية حماية المواطن بهيدي الأزمة المعيشية اللي والسياسية اللي عم بعيشها. أول شيء رح جاوبك على شق أنا من السؤال الطويل اللي سألته. لا أنا مش، هذا مش سؤال، هذا عم بنقول موقف، موقف النواب يلي عم ينقلوا كيف هن مقاربتهم للمشهد. ست جوزفين، أول شيء ما في شيء أكبر من الدولة، مش إنشاء، رح أقول لك كيف. لو السلاح أكبر من الدولة ما كان محمد رعد بيطلع على كعب 15 أيار إذا ما بتشاركونا بالحكومة بنعمل ومنساوي. الدولة بما هي نصوص وبما هي توافقات مكتوبة بين اللبنانيين هي التي تحمي هذا السلاح. من دون بيان وزاري يحمي السلاح، هذا السلاح يصبح في العراء، ومن دون مشاركة الحزب بالحكومة وبمجلس النواب هذا السلاح يصبح في العراء. ولأنه بيعرف حزب الله هذا الشيء بيقاتل على المشاركة بالحكومة وبيقاتل على البيان الوزاري وبيقاتل على النص المكتوب، على الشرعية المكتوبة بين اللبنانيين. هذا أول نقطة، منه أكبر من الدولة، والحل تبعه بلبنان مش بالخارج. مش صحيح أنه بالخارج.